أكيد واضح بالنسبة لنا كلنا من 2014 اهتمام الدولة المصرية بالعمق الأفريقي والتحرك على مستوى الدول الأفريقية، وخصوصا التحرك والتعاون مع دول حوض النيل. التعاون ده الحقيقة بقى له العديد من السنوات، يمكن مصر أنشأت خزان جبل الأولية في السودان وتنازلت عنه للإخوة السودانيين، وتعاونت ويعني توافقت مع السودان، وكان في إخطار مسبق واتفاق على سد الرصيرس وخزان خشم الإربة برضو على الأراضي السودانية. يمكن مصر شاركت بالتمويل في خزان أوين في أوغندا، وحديثا يمكن في السنتين ثلاثة الأخار حضراتكم تعلموا أن السواعد المصرية والشركات المصرية أنشأت سد جوليوس نيريري في تنزانيا، والحقيقة ده بيبين مدى تعاون مصر مع الدول حوض النيل، مش بس في الخزانات والسدود ولكن كمان في توفير مياه الشرب لإخواننا في الدول حوض النيل المختلفة، أكثر من 340 بير مية لإخواننا وأهالينا في دول حوض النيل تم إنشائهم بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية. معالي وزير خارجية، احنا على تعاون مشترك وتواصل مستمر. الحقيقة عدد كبير من محطات المية، معظمها أو جزء كبير منها بيدار بالطاقة الشمسية في جنوب السودان وكينيا والكونغو وتنزانيا وأوغندا وكمان في السودان، يمكن بيمتد إلى خزانات أرضية لتوفير المية للاستخدامات المختلفة، حتى المراسي النهرية بنشارك في إنشائها، وبيتكرر ده في العديد من الدول. تطهير الحشائش بنشتغل في هولندا في العديد من على مدار سنوات السابقة، يمكن كل الشغل ده بيتم في التسع سنوات السابقة بشكل مكثف. يمكن مركز تنبؤ وزارة الموارد المائية والري بيشارك بالمعرفة والنوهاو في إنشاء مراكز تنبؤ في الكونغو وجنوب السودان. حاليا بندرب الآلاف من الإخوة والزملاء الأفارقة. يمكن خلينا أقول التعاون مع دول حوض النيل في التسع سنوات السابقة يمكن أنفقت عليه الدولة المصرية أكثر من 100 مليون دولار. من هنا بتوصل المية بعد رحلة طويلة في دول حوض النيل للسد العالي، وهنا حصن الأمان لمصر، وهو أهم منشأ من منشآت وزارة الموارد المائية والري، وكان لازم الدولة دايما تحافظ على شباب هذا المنشأ بتطوير منظومة المراقبة، على الرغم أن عمر السد يمكن يفوق 60 عام، ولكن منظومة المراقبة بيتم تحديثها. يدار المياه بكل دقة في هذا المنشأ الهام. الدولة صرفت 1.5 مليار جنيه في بضع السنوات السابقة، وإن شاء الله مستمرين لأن ده أهم منشأ بالنسبة لنا. بتخرج المية من السد العالي بتتجه إلى أقدم منظومة مياه في العالم، أو أحد أقدم منظومات المياه في العالم. ولما بقول كده بتكلم على منشآت موجودة على نهر النيل عمرها أكثر من 150 عام، والحقيقة كان لابد تدخل الدولة وتوجهات فخامة الرئيس وتوجهاته دايما على الاهتمام بملف المياه. فالحقيقة على النهر الرئيسي، طول النهر الرئيسي تم الإنفاق العديد من المليارات ويمكن من الجنيهات. هتكلم بس هنا دايما على بعض الأمثلة، أنا مش هقدر أذكر جميع المشروعات لأن بنتكلم على أكثر من 2300 مشروع. هنا تم تدعيم أربع قنوات رئيسية على النهر الرئيسي وأفرعه، وكمان يمكن لا نزيل القناطر القديمة، دايما نحتفظ بها كتراث بنقوم بترميمها، ولكن بنعمل قناطر جديدة أكثر حداثة وبتستخدم تكنولوجيا متطورة. يمكن هنا قناطر أسيوط الجديدة تمت في خلال السنوات السابقة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.
النهاردة وإحنا بنتكلم بننشئ قناطر ديروط، والقناطر القديمة اللي حضراتكم شايفينها في الصورة برضو بنحافظ عليها كتراث وبنقوم بترميمها، وهنا بنصرف 1.2 مليار جنيه على قناطر ديروط الجديدة. العديد من الصحارات، يمكن أحد أهم الصحارات اللي تم إنشائها في الفترة السابقة صحارة سرابيون اللي بتنقل المية تحت قناة السويس الجديدة علشان تنقلها لأهالينا في سيناء اللي فيه اهتمام كبير جدا بيهم وبالتنمية ومشروعات التنمية زي ما قال معالي وزير الزراعة في مداخلته. العديد من المنشآت اللي بيتم تطويرها في المرحلة دي بتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه. يمكن فقط هذا البند في وزارة الموارد المائية والري وهو تطوير المنشآت الرئيسية كلفنا 12.2 مليار جنيه على مدار التسع سنوات السابقة. أنا بتكلم على ميزانية وزارة الري، ولكن في بعض من المشروعات اللي حضراتكم هتشوفوها يمكن نضيف عليها المبالغ اللي صرفتها وزارة الزراعة، ونضيف عليها مبالغ يمكن، ومعالي وزير الكهرباء اتكلم امبارح وإدى أرقام، كل الأرقام دي تضاف علشان في الآخر نقول الرقم اللي تكلفه المشروع كام. فمش عايز حضراتكم تتخيلوا إن هو مثلا نتكلم على مشروعات استصلاح إن هو ده كل ده الرقم اللي صرفته وزارة الموارد المائية والري. يمكن في الست شهور اللي فات حاولنا نعمل تقييم شامل لكل منشآت الموارد المائية اللي موجودة على مستوى الجمهورية، لأن احنا عندنا 55,000 كيلومتر من شبكة الترع والمصارف، ودي شبكة تعتبر من أكبر شبكات الري في العالم. فعندنا 47,000 منشأ مائي موجود في مصر. يمكن عملنا تصنيفات ما هي المنشآت الممتازة والجيد جدا والمقبول والخطير والخطير جدا، وحاولنا نحدد بالتحديد هنتدخل في أنهي أولويات في المرحلة القادمة إن شاء الله في أسرع وقت تكون كل المنشآت اللي تحتاج صيانة أو إحلال وتجديد. أنا هنا بتكلم على منشآت صغيرة أو متوسطة، المنشآت الكبيرة تم بالفعل كله تحديث ليها زي ما ذكرت في الشرائح السابقة. الحقيقة بعد ما بنطور منشآتنا المائية زي ما شفنا المجهود اللي بيتعمل في السنوات السابقة، بنصل إلى القلب النابض لوزارة الموارد المائية والري أو لمنظومة الري، وهي محطات الرفع. محطات الرفع دي لابد أن تعمل على مدار الساعة. المحطة اللي بتعطل ساعتين في عشرات وفي بعض الأحيان مئات وفي بعض الأحيان آلاف من المزارعين أو المنازل التي لا تصلها المياه، فلابد أن تعمل هذه المحطات على مدار الساعة دون توقف. معنى كده أن لازم الصيانة والإحلال والتجديد يستمر، والحقيقة ده ما كانش موجود قبل 2014، والدليل أن كان عندنا أماكن معرفة بالنسبة لنا هوت سبوتس أو أماكن ساخنة دايما بتحصل فيها أعطال ودايما بتحصل فيها مشاكل. وعلشان ده ما يحصلش كان لازم الدولة الحقيقة تنفق في إحلال وتجديد 45 محطة اللي تخدم زمامات 1.7 مليون فدان، والعديد من قطع الغيار كان لازم تتحدث. يمكن عندنا كمان الأماكن الساخنة يمكن في الست شهور أو السنة اللي فاتت يمكن في 3-4 أماكن ساخنة لم تعد ساخنة لأن حلينا كل المشاكل اللي موجودة فيها. الحمد لله في عندنا مراكز طوارئ، 6 مراكز طوارئ. لابد مراكز الطوارئ باختصار هي الإسعاف بتاع وزارة الموارد المائية والري، يعني لما يحصل عندي سيل في أي مكان أو لا قدر الله كسر في الجسر لازم يبقى عندي محطات متحركة أنقلها لتعمل ضخ للمي. فلازم محطات الطوارئ عندي تبقى على أعلى مستوى، وكان لازم نعمل تحديث فيها في الفترة السابقة وتوفير قطع غيار بالتعاون مع الصناعة المحلية حتى نقلل من الاستيراد في قطع الغيار. والحمد لله يمكن من بنشتغل مع بعض المصانع الوطنية في تنفيذ وتصميم وإنتاج بعض القطع. كل ده كلفنا 6.4 مليار جنيه. يمكن كمان 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر ال4 محطات اللي حضراتكم شايفينهم على الشاشة. وكمان هل خلصنا؟ الحقيقة لا، عندنا خطة على المدى القصير في البضع سنوات القادمة إن شاء الله إنشاء 3 محطات مهمة جدا بالنسبة لنا، توريد 22 وحدة طوارئ زي ما قلت، دول الإسعاف بالنسبة لنا متحركة نقدر ننقلها في أي مكان في وقت سريع، ومكان تنظيف الأعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا. والحقيقة مكان تنظيف الأعشاب ده يعتبر مهم جدا بالنسبة لنا لأنه بيحافظ على عمر الماكينة. طبعا يمكن من المنبر ده بطلب من
كل أهالينا، عدم إلقاء أي قمامة في المجاري المائية. الحقيقة بيكلف الدولة كتير قوي وبيأثر على جودة المية كمان، وعشان كده لازم بنعمل مكنات تنظيف الأعشاب وكمان زي سكرين أو مصفى لمنع وصولها للمحطات. وهنا نحتاج في الفترة القليلة القادمة 6.2 مليار جنيه للأعمال اللي موجودة قدام حضراتكم. طيب، القلب النابض بيضخ المياه في شرايين شبكة الري. شبكة الري، هل الشرايين دي تقدر توصل المية لكل مزارع وكل بيت وكل مصنع في الوقت المطلوب والكمية المعقولة؟ الحقيقة ده الوضع اللي كان موجود عليه الشبكة قبل 2014، والحقيقة يعني أنا ما رضيتش أجيب صور أصعب من كده. كمان الترعة، يمكن اللي على الشمال دي حضراتكم ترعة ما بقتش باين ليها أي قطاع، المفروض إن هي تبقى شبه منحرف زي ما احنا عارفين شكل الترعة بالنسبة لنا. اللي في النص شايفين اختناقات ونحر، الجسور اختفت، وفي الآخر الفلاح في نهاية الترعة دي ما بقاش توصل له المية، فتحولت العديد من الأراضي، وحضراتكم اللي من الأرياف يعرف الكلام ده كويس، إلى أراضي بور، لأن دايما الفلاح اللي في الآخر لا تصل إليه المياه. وبالتالي تدخلت الدولة بمشروع هام جدا، هو مشروع تأهيل الترع، واستعادت الترعة شبابها زي ما حضراتكم شايفين، وابتدت المية تتنقل في وقت سريع جدا للنهايات، وابتدت الجسور ترجع. يمكن الجسر اللي ماشي عليه العربية ده ما كانش موجود، لأن قطاع الترعة كان مبحر وكان داخل وكان واكل في الجسر. فالحقيقة المكاسب كتيرة جدا من المشروع اللي ما كانش ببلاش. الحقيقة كان في تمن كان لازم يدفع، وكان في فلوس لازم تدفع لهذا المشروع. يمكن انتهينا بالفعل من 7200 كيلو متر، صرفنا عليها 25 مليار جنيه في السنوات السابقة. جاري حاليا تأهيل 3100 كيلو متر بتكلفة 10 مليار جنيه، وإن شاء الله في المستقبل عندنا على الأقل 1500 كيلومتر في السنتين القادمتين بتكلفة 7 مليار جنيه. بنقوم بتقييم كل ترعة على حدة، الترعة على حسب نوع التربة وعلى حسب حالتها بناخد القرار هل نأهلها ما نأهلهاش وإيه نوع التأهيل وغيره، وده بيتم من فنيين. طيب، الفترة القادمة خلاص بقى عندنا ترعة تقدر توصل المية للمزارع. الدولة ما سابتش المية عند هذا الحد، خلاص المفروض المية استلمها المزارع، بقت مسؤوليته. الحقيقة توجهات فخامة الرئيس إن إحنا لازم نركز في إزاي المية بيتم استخدامها على مستوى الحقل، ويمكن كانت التوجهات واضحة بالنسبة لموضوع القصب بالتحديد، لأن القصب زي ما قال معالي وزير الزراعة بيستهلك يمكن أكتر من 11000 متر مكعب مية في السنة، والحقيقة ده رقم كبير جدا. فيمكن بالتحول للري بالتنقيط نقلل الكمية دي حوالي 3000 متر مكعب في السنة،